ايش ايش وكل ده بتاعنا؟ اسمه بتاعنا كلنا. لا والله، واللي قاعدين دول اخواتك. كل دول اخواتي؟ ولا انا ما عشتش وسطهم ليه؟ وليه شكلي مش شكلهم، مش لابس زيهم؟ مش احنا اخوات برضه؟ ما حدش كان يعرف عنك حاجة يا ادهم. ادهم انا طلعت ادهم. ادهم زين العطار. منور يا حاج زين. انا بس عايز اسالك سؤال، هو انت السبب في اللي حصل لي ده، ولا حد من الموجودين هو السبب؟ عشان بس ابقى عارف اخد حقي من مين. طب مش انت المفروض الاول تسلم علينا بس ولا ايه؟ لا مؤاخذه سامحيني، اصل انا ما اعرفش في الاصول قوي، يعني ما تربيتش عليها، او تقدري تقولي ان انا ما تربيتش اصلا. دي اختك ياسمين، ودي مدام جيهان مرات ابوك. مش هم يعني، اصل ما بقاش في حاجه مضمونه اليومين دول. عز بس هو اللي اخوك من امك. انا عرفت الحوار ده وانا جاي في السكه. بس شكله ما فرقش معاك خالص. وهيفرق معايا ليه؟ ده ما يحن. مين ده؟ ده حازم، ده اخونا الصغير. الف سلامه عليك يا بطل صغير. الله يسلمك. واللي حصل لك ده بقى ايه؟ حادثه ولا حد علم عليك؟ هيفرق معاك في حاجة؟ هيفرق معايا. يا ده انت اخويا، يعني انا بديك برقبتي. ودي سلمى اختنا الصغيرة. اختي؟ ليه بس كده؟ يا خسارة. ليه خسارة؟ اصل ايه؟ بصراحة انت حلوة قوي. قلت كل اللي نفسك فيه؟ لا لسه يا يحيى، انا ما قلتش حاجة. احنا لسه بنتعرف، الكلام المهم هيتقال دلوقتي. ده انا طلعت من العطارين اللي عشت طول عمري احلم بالشغل معاهم. انا كنت بستنى العمليه من دول عشان ما مديش ايدي في جيب حد. الحوجه وحشه، ما انتوا مش عارفين حاجه. واديك اتعرفت على عيلتك الجديده. انا بس عايز اقولك، لو كنت بتفكر انك تعيش معانا هنا يبقى في حاجات كتيره قوي لازم تعرفها. لو فكرت ايه؟ هو الموضوع محتاج تفكير ولا ايه؟ ده انا طلع لي زعارف من كتر اكل السمك. بعيدا عن ان انا كنت بحبه، بس انا كنت مجبر عليه. كانش معايا فلوس اجيب حته لحمه. وعلى راي المثل، اللي يلاقي دلع وما يتدلعش يبقى فقري. وانا عشت بقى طول عمري وسط الفقر. حقي بقى ان اتدلع واعيش شويه. ولا انت ايه رايك يا مرات ابويا؟ اسمي جيهان هاني. وانا اسمي ادهم بيه. كده احنا خلصين. ظاهر ان احنا غلطنا لما جبناك هنا. فعلا يا يحيى انت غلطت، ودي اكتر حاجه غلطت فيها انك جبتني هنا. بس بصراحه يا جماعه الموضوع ما يخشش المخ. حتى يعني لو كان واحد شوارعاجي يتيم ابن حرام زي. خليك محترم. ايه؟ تهيتك ابن حرام؟ انا عشت بقى طول عمري اسمعها. انا لسه عيل صغير. العيال دايما كانت بتقولي انت ابن حرام. وفي نفس الوقت كان البيت كبير وسطكم وبيدلعكم ابهوات، وانا واللي زيي كنا بنخدم عليكم. أنا متأكدة إنك عشت حياة صعبة، بس برضه متأكدة إن زين كان عنده أسبابه. أدهم أنت محتاج بس تهدى شوية عشان نعرف نتكلم معاك. إيه؟ أهدى؟ هو في إيه؟ وأنتوا شايفيني مجنون؟ ولا أنتوا كنتوا عايزيني أول ما أدخل عليكم أقول لكم يا عطارين وحشني يا إخواتي وأخدكم بالحض؟ أدهم في إيه؟ ما أنا أول ما جيت القصر كنت زيك بالظبط. أنا مفيش حد زيي يا يحيى.
أنا اللي شفته محدش شافه، فاهم ولا لأ؟ أنا عشت طول عمري مظلوم، لازم أخد حقي. حقك هتاخده لما توطي صوتك وتحترم البيت ده باللي عايشين فيه. طبعا ده قرارك، ممكن تطلع بره ترفع قضية تعمل كل اللي انت عايزه، أو تفضل عايش هنا معانا في بيتنا بشروطي وانت حر، ده قرارك. قدامه كتير يا عمار؟ لا خلاص، هو على الأصول. هو مين ده يا جماعة؟ سلام ابن خالي، جاي عشان مغرومة مراته. طيب انت بقى مأمن له يعني؟ مش خايف بعد ما ياخد مراته ممكن يغدر بينا؟ اوعى تنسى اللي حصل. لا لا، سلام فاهم وعارف. وبعدين دي مراته، يعني لازم يتحرك عشانها. وبعدين انت اكتر واحد عارف. اهلا يا عمار. الحمد لله على السلامة. سلم. الله يسلمك. حسن وعزيز. لين؟ أهلا بالرجال. إخواتي في الدار، وده سلام اللي حكيت لكم عليه. نورت النوبة سلام. نور بأهلها. سلام، طبعا أنت عارف اللي ضرب نار على أبوك ما كانش حلو. بنعرف كل شيء زين يا عمار. الرصاصة اللي قتلت أبوي كانت أهلي، غير السلاح اللي كان في يد أبوك، غير إن أهل القبيلة كانوا موجودين وشاف اللي حصل. قدر. الله يرحمك يا شيخ أبو نصير. المهم أنت جاهز؟ جاهز، بس بدنا نعرف ايش راح نسوي بالضبط عشان نكون معكم يد بيد وما نعطلكم. تلاش يا سلام، كل حاجه متظبطه. عمار هيقول لك هتعمل ايه بالظبط. يلا نتكل على الله وان شاء الله هينصرنا. ان شاء الله. ان شاء الله خير. المستندات اللي معانا تخلينا نقبض على سيف العزازي حالا. بس سيادتك عارف قضايا الفساد اي محامي كبير ممكن يخرجه منها. اه طبعا، بس وجوده في السجن هيخلينا نراقب تحركاته ونقدر نطلع منه معلومات تثبت عليه تجارة السلاح هو وكل اللي شغالين معاه. طيب سيادتك شايف نتحرك امتى؟ امر الضبط والاحضار خلاص طلع، عايزك تجهز قوة كبيرة لان في احتمال يبقى في مقاومة. واحنا عشان نقبض عليه في الفيلا؟ اه طبعا، بس برضو في احتمال ان يبقى في مقاومة. سيف العزازي عارف ان موقفه ضعيف وان الوقعة في الوقت ده مش هيقدر يخرج. سلك الجميل ده انا الصار. مفيش جمال بيننا يا عمار، احنا اخوات، ربنا معاكم. يلا يا رجاله. وضعوا الجميل ده تاني يا حسن، وهتبقى اخر مره يا موسى. نفسك قصير يا حسن، هتشوف مين فينا اصغر من التاني. خلاص يا موسى، أظن كده مفيش قدامك غير إنك تستسلم.
لسه قدامك فرصة تطلع كسبان يا موسى، بس خلي بالك أي خطوة مش محسوبة هتدفع ثمنها أنت وهي. مش هندفع ثمنها لوحدينا، أنت كمان هتدفع ثمنها. لا يا موسى، أنا خلاص دفعت الثمن قبل كده، مش ناوي أدفعه تاني. جي دورك بقى، سيبنا يا موسى، خد رجالتك وامشي من الدار. خلي بالك لو هترسى على قتلك هقتلك، حتى لو هموت معاك. تناوي تسيبه حسن؟ ده حاول يقتلك وخطف مراتك وامك. مش عايز الاقي سيدي بالدم يا عزيز، وخصوصا لو دم موسى. انت عارف ان لو جات له فرصه تانيه مش هيتردد وهيقتلك يا حسن. اسكت يا عزيز، لما الكبار يتكلموا انت تسكت. لا مش هسكت يا موسى، واللي انت ما تعرفوش انا مش زي حسن. انا كان ممكن اجيبها في راسك، بس انا مش زيك. طب خليك فاكر يا عزيز ان العين بالعين. لا يا عزيز، مش هينفع نبقى زيه، احنا خلاص خدنا حقنا. امشي يا موسى، امشي. أنا همشي يا حسن، همشي همشي وهسيب لك الدار، بس يا ريتك كنت سمعت كلام عزيز، لأني لو قابلتك في يوم من الأيام مش هتردد إني أقتلك. ماشي ماشي يا موسى. وانا لو قابلتك تاني مش هتردد اني اقتلك. وسعوا يا رجاله، وسعوا السكه لموسى ورجالته، خلاص ماشيين من دارنا. مع السلامه. هنتقابل يا حسن، هنتقابل. في حد يعمل اللي انت عملته ده؟ دي مرات اخوك يا جدع. ايه؟ انت رباد الشر مال قلبك؟ ما كانت زوجة سلام يا عمك، كانت زوجتي وهو خطفها مني. سامحيني يا غرام، حياة الله ما كنت راح اتركك، راح اعوضك عن كل شيء. عوضي هو انت يا سلام، انا كنت متأكدة انك ما راح تتركني وما تركتني. وحشتيني يا رحمة. توحشتك قوي يا حسن. خلاص عمري ما هبعد عنك تاني بعد كده. من يوم ما عرفنا بعضينا واحنا بنوحش بعض، بس نفسي اعيش معاك يا حسن. كل اللي جاي احلى ان شاء الله.
رحمة، بحبك وناسب نصين على فمك، أضمك وانطلق جناحين ورفرف بك، أطير بيكي وأطير ليكي وأضفر غنوتي بلحنك، وأحبك. أنا كمان بحبك. رحمة، 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 لا 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 لا